كما أكد الرئيس السيسي أن دور الجيش يحمي ويصون ويضحي لبلاده، مضيفا أن الجيش المصري يحافظ على الاستقرار والأمان دائما. انتوا دوركم كبير قوي قوي، ولو شفتوا التضحيات اللي اتقدمت خلال مش بس السبع ثمان سنين اللي فاتت، ما احنا كنا النهارده بنحتفل او بنقول اسماء قاده عظام كانوا موجودين وفي شهداء لينا ومصابين كانوا في اكتوبر، احنا بنحتفل كل سنه بالذكرى والانتصار ده. اللي انا عايز اقوله برضو، حتى في حربنا ضد الارهاب كان في شهداء ومصابين، دايما حريصين ان احنا نذكرهم وناكد ان احنا مش بس الدوله، مش انا، مش الحكومه، لا، كل انسان مصري يفتكر كويس قوي، كل انسان مصري يفتكر كويس قوي ان في اسره قدمت ابنها، الابن ده بقى شهيد بعد ما ربته شاب جميل وقد الدنيا كده، وبعدين قدمته لبلدنا هنا، قدم روحه لها عشان احنا نعيش بالشكل اللي احنا فيه. انا بقول كده للضباط الجدد لان ده دور، هو ده دور الجيش. دور الجيش ان هو يحمي ويصون ويضحي عشان تبقى البلد دي دايما ثابتة مستقرة آمنة سالمة إن شاء الله.